بدأ الكونغرس الأمريكي بالتحرك لمكافحة تجارة المخدرات عبر قانون خاص تم تضمينه في مشروع ميزانية الدفاع الوطني لعام 2023. لنتابع. بعدما تحول إنتاج المخدرات في سوريا إلى مصدر يوفر عوائد مالية كبيرة للحكومة السورية، بدأ الكونغرس الأمريكي بالتحرك لمكافحة تجارة المخدرات عبر قانون خاص تم تضمينه في مشروع ميزانية الدفاع الوطني لعام 2023. مشروع القانون الذي أقره الكونغرس يضع استراتيجية أمريكية لوقف إنتاج المخدرات والإتجار بها وتفكيك الشبكات المرتبطة بالرئيس السوري بشار الأسد، وذلك بدعم 83 سيناتورا عن الحزبين الجمهوري والديمقراطي ومعارضة 11 نائبا. ويقول المشروع الملزم للإدارة الذي قدمه ديمقراطيون وجمهوريون إن الاتجار بالكبتاغون المرتبط بنظام الأسد يشكل تهديداً عابراً للحدود، داعياً إدارة الرئيس جو بايدن إلى تطوير وتطبيق استراتيجية لتفكيك شبكات الاتجار بها. عراب مشروع القانون النائب الجمهوري فرنش هيل قال إنه بالإضافة لارتكاب جرائم حرب ضد الشعب السوري أصبح نظام الأسد في سوريا دولة مخدرات، مشيرا إلى أن مركز الاتجار بالمخدرات حاليا هو في مناطق سيطرة الحكومة. من جانبها أكدت رئيسة برنامج وحدة الأمن البشري في معهد نيو لاينز للاستراتيجية والسياسة كارولين روز أن القرار خطوة مهمة وضرورية للتطرق إلى صلة الحكومة السورية بالاتجار بالكبتاغون والتأثير المضر لهذه المخدرات على الأمن البشري في الشرق الأوسط. ويطالب مشروع القانون بتقديم الاستراتيجية المطلوبة أمام الكونغرس للاطلاع عليها في فترة لا تتخطى 180 يوما من إقراره، ويحث المشرعون الإدارة الأمريكية على توظيف نظام العقوبات بشكل فعال بما فيها عقوبات قيصر لاستهداف تلك الشبكات وداعميها. والحديث أكثر حول هذا الموضوع من ستوكهولم أرحب بحافظ قرقوط كاتب صحفي. أهلا بك أستاذ حافظ في برنامج حديث اليوم. أستاذ حافظ، كيف من الممكن أن نقرأ اليوم اليوم الإصرار الأمريكي على محاربة تجارة وإنتاج المخدرات في سوريا، أهمية هذا القانون؟ نعم، يسعد أوقاتك وأوقات مشاهديك. يعني الحقيقة ملفت هذا الإصرار، وملفت يعني أنه الحبل اللي عم يزيد ضيق على عنق الأسد من خلال من الإدارة الأمريكية. طبعا واضح أنه كان ممكن يكون، اعتقدنا بأنه ضغط على الملف الإيراني لحتى يكمل ملف النووي، الاتفاقات النووية بشكل أو بآخر، لأنه أيضا إيران عبر الحزب الله مستفيدة من تهريب المخدرات، وكانت هنالك شبكة ضخمة تتبع لحزب الله موجودة في أمريكا الجنوبية وحاربتها الولايات المتحدة، وخرجت هناك لائحة من تلك الشبكة التي موجودة من فنزويلا إلى بعض الدول الأخرى في أمريكا اللاتينية، ومرتبطة ارتباط عضوي بحزب الله المرتبط ارتباط عضوي أيضا بنظام الأسد. هذه هي المشهد الدولي بشكل عام. وكانت أمريكا قد عانت من المخدرات القادمة من أمريكا، من بعض مناطق أمريكا الجنوبية طبعا أقصد. الآن وبعد أن ظهرت أن كبتاغون الأسد وصل إلى بعض شواطئ أوروبا، إن كان إسبانيا أو إيطاليا أو بعض، وحتى رومانيا وبعض الدول الأخرى، فحسب أعضاء الكونغرس بأنه من السهل إذن أن يصل إلى حدود الولايات المتحدة وأن يعبر الحدود، وبذلك قرروا بأن عبور حدوده للولايات المتحدة يعتبر تهديد للأمن القومي الأمريكي، حسب ما هم يخرجون دائما عند بداية كل قرارات أو كل عقوبات تجاه دول أخرى من نظام الأسد. الآن سموا بالتسمية الحقيقية نظام بشار الأسد، هكذا سموا، وهذا يعني بأن المقصود الحلقة الضيقة من هذه الأسرة التي حكمت سوريا منذ 1970 حتى الآن، وأنهتها إلى كعصابة استولت على بقعة جغرافية من العالم اسمها سوريا، لكن هذه البقعة الجغرافية حولتها لإنتاج المخدرات. هكذا ينظر الآن القانون إلى نظام الأسد، بما معنى بأنه يعني كأي عصابة تتحكم بالجبال، تتحكم بمنطقة ما
هنالك عصابة تقوم بإنتاج هذه المادة وتهربها للعالم، ويعني ميزانيات قدرت بملايين الدولارات السنوية. الآن أصبح نظام الأسد بهذا التضييق الأمريكي واضح بأنه أفرغ من يده كل المحاولات السياسية التي يمكن أن يبني عليها مستقبله. بما معنى الآن أي دولة أو منظمة أو تنظيم أو حزب أو شخصية يمكن أن تدعم مباشرة بشار الأسد يمكن اتهامها بأنها تدعم صناعة المخدرات. على ذلك هنا نفهم موضوع التطبيع أيضا، أعذرني على المقاطعة أستاذ حافظ، يعني هون موضوع التطبيع كمان قد يضع عائق أمام التطبيع مع سوريا. ما في شك، يعني كان هناك احتيال بالفترة الماضية على قانون قيصر وعلى العقوبات السابقة بأنها تضيق على الشعب السوري، وأيضا رأينا بعض الدول كيف بدأت تمد جسور التعاون مع هذا النظام. الآن يعني العنوان البسيط أن تتعاون مع تاجر مخدرات، أن تتعاون مع عصابة، هكذا مفهوم القانون بما معنى. وهنالك أحقية لكافة المؤسسات الأمريكية إن كان المؤسسات العسكرية أو الاستخباراتية أو حتى السياسية والإدارية ما فيها طبعا وزارة الخارجية وارتباطاتها الدولية العمل على يعني تنفيذ هذا القانون. هذا يعني بأن كل من يفتح باب للمعونة لنظام الأسد هو يفتح باب لمعونة تاجر مخدرات، هكذا بكل بساطة يمكن اتهامه، ولم يعد الاتهام بأنه خرق العقوبات الأمريكية، كان سابقا خرق العقوبات الأمريكية، الآن لا، التعامل مع عصابة تهرب المخدرات. هذا هو الفرق بين عقوبات قيصر أو العقوبات الاقتصادية التي يمكن أن تصدر من الكونغرس أو من الإدارة الأمريكية على دول أخرى. سبق وأن اتخذت بعض رجال العصابة اتخذت يعني أعلنت أمريكا عقوبات عليهم سابقا خلال السنوات الماضية، واستطاعت إحضارهم إلى داخل الولايات المتحدة ومحاكمتهم، بما معنى بأن تستطيع الآن الولايات المتحدة إذا غادر بشار الأسد لأي جهة ما أن تحتجز طائرته، أن تحتجز أي مكان يوجد فيه تصل يدها إليه، أن يتعاون الأنتربول الدولي. الآن لم يعد بأن تسليم رجل سياسي فرضا أو حاكم دولة تختلف الآراء حسب مصالح السياسة بين شرق وغرب سابقا أو بين توازنات دولية، الآن أصبح القبض عليه كالقبض على تاجر مخدرات. هذا ما يعنيه القانون مع بداية العام الجديد. طيب حضرتك تفضلت يعني خلال كلامك بأنه هذا القانون يضع الصلاحية لجميع المؤسسات اليوم الأمريكية بملاحقة اليوم تجارة وإنتاج المخدرات في سوريا بما فيها اليوم المؤسسات العسكرية. هل نتوقع أن يتم ضرب مراكز تصنيع المخدرات في سوريا؟ كل وارد، يعني عمليا في بعض يعني في مناورات عسكريه يعني قد تكون غير معلنه، وفي تدريبات عسكريه في منطقه تنف يعني الحدوديه مع العراق، وهنالك تتمركز القوات الامريكيه. ونلاحظ ايضا في شمال شرق سوريا هنالك بعض الاليات الامريكيه التي دخلت الى الاراضي السوريه. لا ننسى بان هنالك قواعد امريكيه في العراق، قواعد امريكيه في الاردن، قواعد امريكيه في بعض الدول الخليج، بالاضافه طبعا لوجود يعني اسرائيل وهي حليف مباشر، يعني وسابقا كنا نعتبرها ولاية أخرى من الولايات الأمريكية. يعني من يعتقد كان أن أمريكا خرجت من الملف السوري وخرجت من الجغرافيا، هي لعبة بالسياسة تريدها المخابرات الأمريكية أن تمررها للضعفاء بالإنتاج العقل السياسي. وهكذا ورطت سابقا صدام حسين يعني بعد أن استعمل الكيمياوي تجاه شعبه وبعد تلك الجرائم التي ارتكبها ورطته بالدخول على الكويت وحصل ما حصل لاحقا. الآن يعني بوتين تورط بذلك، الآن قانون المخدرات يضيق ليس على نظام الأسد، يضيق أيضا على بوتين. هذا يعني بأن وجود قوات روسية أو قوات إيرانية على أرض هي مملوكة لعصابة تنتج المخدرات وتصدرها، هنا يمكن لأي يعني جهة عسكرية ما أن تتهم بأن هي تشرف أو تحمي تجارة المخدرات. هذا يعني كما يقول ذيول القانون. أقصد الآن بأن الولايات المتحدة عندما وضعت هذا القانون هي وضعت كل الخيارات، إن كان ضربات عسكرية هي الآن تصبح ضربة عسكرية لإنتاج المخدرات ليس ضربة عسكرية لنظام الأسد، وعلى ذلك سمته نظام بشار الأسد. هذا يعزله عن صفته السياسية ويحوله إلى قائد عصابة، وعلى ذلك مشروع بأن تدخل طائراته وأن تختطفه أو أن تلقي القبض، وخاصة الدائرة الضيقة منه. الآن مطلوب على الأقل من حاضنة بشار الأسد أن تفك ارتباطها به. بما أقصده أيضا بأن
أن كل من يتقرب الآن من بشار الأسد حتى من دائرة ضيقة هو يتقرب من تاجر المخدرات، وسيبقى مطالب وملاحق من القانون الأمريكي والدولي. يعني أمريكا عمليا عندما تصدر قانون يصبح قانون دولي بشكل أو بآخر، رضينا أم أبينا ذلك هو هكذا، هكذا هي الدول العظمى تقرر الآن السياسات. وعلى بشار الأسد الآن، وأنا لا أدري أين يختبئ بشار الأسد، يعني كلنا لاحظنا بالإعلام ما عاد له كثير وضوحه، حتى بعض الشائعات صدرت الفترة الماضية، أين بشار الأسد؟ أينما كان بشار الأسد، إن كان في قصر المهاجرين أو مختبئ في القرداحة أو في حميميم، أينما كانت تلك الإشاعات، هو الآن حقيقة يتلمس عنقه بأن ممكن أن تفاجئه الولايات المتحدة بتصرف ما كما تصرفت مع قاسم سليماني سابقا مثلا، مباشرة عندما نزل في المطار في بغداد تم ضربه واغتياله. أعتقد الآن يعني برأت ذمتها الولايات المتحدة إذا قامت باغتياله أو قتله أو تسليمه أو اعتقاله وما يلزم ذلك من دعم من كافة المؤسسات الأمريكية. الآن لم يعد هنالك دولة سورية، هذا بالمختصر الآخر اسمها سوريا، يحكمها نظام طبيعي بمؤسسات طبيعية، أصبح بناء على هذا التعريف بأن سوريا بقعة جغرافية تختطفها عصابة تنتج وتتاجر بالمخدرات. طيب ماذا يعني اليوم تداعي جدران تجارة وإنتاج المخدرات بالنسبة لإقطاب السلطة في سوريا؟ يعني الكثير، يعني الكثير، ويرعبهم هذا القانون أكثر من القوانين السابقة. يعني عندما ذكرنا قانون قيصر أو حتى كافة العقوبات التي توجهت إلى أشخاص في الحلقة الضيقة لبشار الأسد أو حتى الأوسع، لما لا يعني بشار الأسد مهما كانت العقوبات على أفراد من السلطة، إن كان وزراء أو أعضاء مجلس الشعب أو تجار، حتى يعني لاحظنا نشوء طبقة جديدة من المليونيرية السورية، هم طبقة فساد أنتجها النظام ليعملوا لحساب الدائرة الضيقة. لذلك أي تهمة إليهم بأنهم يعني أو عقوبات قصدي عليهم لا تهم هذا النظام. النظام الدائرة الأخرى يخلق ينتج دوائره يستغل هذه العقوبات. يعني مين اللي بيقدر يصدر على سوريا إن كان أو يهرب على سوريا إن كان يعني من الدقيق أو من الدخان أو من حتى يعني الأمور المسلزمات الطبية البسيطة، كلنا بنلاحظ يعني حدود لبنان وبعض الحدود الأخرى يعني عم يهرب المخدرات، عم يهرب أيضا مواد أخرى، واستفاد النظام حتى من تهريب الوقود وبعض ذلك. يعني هو يلم مصاري، عم يجمع مصاري من جيوب السوريين، فما بهم العقوبات، دائما يستفيد من العقوبات، يتأذى الشعب بالتأكيد، لكن النظم الدكتاتورية، يعني سابقا نظام صدام حسين احتال حتى على برنامج الغذاء مقاذب النفط، الآن نظام الأسد احتال داخليا ليس لأجل شعبه بل لتزداد مليوني دولاراته هذا بدي أحسبها بالجمع. اللي بقصده الآن بهذا القانون خرجنا من تلك العقوبات. الدائرة الضيقة الآن هو بشار الأسد نفسه وعائلته أسرته، سمي بعض الأفراد وهنالك أفراد أخرى لم يتم تسميتهم مباشرة بهذا القانون، لكن الحبل الآن على هذه الأسرة، على البيت. طيب. بيت آل الأسد، هكذا نفهم القانون. طيب أستاذ حافظ، سؤال أخير لك، هناك البعض يربط الأزمة الاقتصادية الأخيرة التي تمر بها سوريا التي توصف بالأسوأ يعني منذ بدء الحراك الشعبي أو الأزمة السورية، يعني حسب التسمية اللي أنت حضرتك بتفضلها، بعام 2011، يربط هذه الأزمة الاقتصادية باليوم خلخلة بمنظومة اليوم التجارة المخدرات في سوريا، خاصة بأنه الأردن يعني في عمليات عسكرية تواجه تجار المخدرات عبر الحدود. ما في شك، يعني بكافة، حتى أن ليس أنا ما أسميها، هي ثورة حقيقية سيكتب عنها التاريخ شئنا ما بين ذلك، راد من راد ورضي من رضي وزعل من زعل، سيكتب عنها التاريخ لأنها ستغير حكما سياسات الشرق الأوسط كاملا، وهي تؤثر على كافة الدول وليس فقط على البقرة الجغرافية وحتى على الاتحاد الأوروبي والحوض المياه الدافئة. ينظر إلى دائما الحركات الشعوب بنظرة استراتيجية وليس نظرة قصيرة الأمد، لأنه من يستفيد منها أو يستغلها أو يغير عناوينها، تماما كما الثورة الفرنسية غيرت كل اتجاهات الاتحاد الأوروبي حينها، وإن كانت نتائجها ظهرت بعد عقود وليس عقد حتى كما ذكر في التاريخ. أعتقد الآن نظام الأسد مع ما يعني محاولته قمع الاحتجاجات التي ابتدأت في درعا وانتشرت إلى بقية مناطق سوريا بالسلاح وبالنار، جاءته نصائح من كافة الدول اللوحيطة به بأنه ليس هكذا تحل الأمور، كان ممكن امتصاص تلك النقمات بطريقة
أخرى. الأزمات الاقتصادية يدرك السوريون الذين يعملون بالشأن العام بأن سوريا منذ عام 1900 وليس فقط 70 حتى 63 من لما استلم حزب البعث فكك المجتمع السوري إلى قوميات وأثنيات تحت شعارات القومية العربية. يعني هو منع كادر كامل أو شعب كامل يعني وشعب الكردي من أن يقرر مصيره داخل سوريا، أقل ما يمكن أن يدخل في السياسات السورية، وكل جمعوا داخل القومية العربية. وما إلى ذلك أيضا حزب البعث الذي يعتبر قائد الدولة والمجتمع منع العمل السياسي عن كافة طبقات سوريا وعن كافة النشطاء إن كان الشيوعيين أو إن كان حتى الإسلام السياسي وحتى كل من أراد أن يعمل بالسياسة بما فيها النقابات يجرى لأجل حزب البعث. وبالتالي الحكومات التي أنشئت منذ استلام البعث وآخر ولاحقا منذ استلام آل الأسد هي كانت تعمل لصالح دائرة ضيقة، لصالح أسرة وليس لصالح بناء وطن. يعني الوزير لم يكن يعمل لبناء وزارة، حتى إذا جاء وزير جديد يلغي القرارات السابقة، وليس هنالك إدارة تستكمل مشاريع لبناء دولة معينة. وهكذا حصدنا النتائج، حصدنا النتائج قامت الناس من الضيق من الألم، وخاصة مع انتشار المعلوماتية وهذه الثورة المعلوماتية ابتدأت تتدفق المعلومات إلى الداخل السوري، وابتدأ يلاحظ الشعب السوري وخاصة مع هجرة العقول بأن هنالك فارق حضاري أصبح بين شعب ينبض بالحياة وبقية دول العالم وضعوا آل الأسد في قمقم. هذه الثورة ليست هي التي أزمت اقتصاديا، النظام السوري أراد أن يحرق المجتمع لأنه كان نظام وظيفي نظام أمني يبيع الخدمات الأمنية، وبالتالي باع سوريا حتى باع النفط السوري وأودعه في بنوك أوروبا. على ذلك يعني أعتقد بأن كافة العقوبات السابقة في كفة، والآن قانون الكبتاجون الأمريكي في كفة أخرى، على ذلك أن الأزمات الاقتصادية هي سبب من هذا النظام ونتاج هذا النظام، وهذا النظام الذي بدأ ينتج الكبتاجون هو أنتج حبل مشنقته. نعم، أشكرك جزيل الشكر على كل ما تفضلت به من ستوكهولم الكاتب الصحفي حافظ قرقود، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا إلى هنا وصلنا لنهاية الحلقة، أشكركم على طيب وحسن المتابعة وإلى اللقاء.